صيدلية ليست ككل الصيدليات تقدم خدمات فريدة من نوعها بعد أن حولها صاحبها إلى مخزن للمواد الإغاثية المتجهة من أوروبا إلى سوريا. غازي الراس، ذلك الصيدلي المغترب منذ أكثر من 40 عاما، بدل أن يتجه إلى تقاعد مريح كما يفعل باقي الأوروبيين، قرر الانغماس في العمل الإنساني حتى آخر لحظة في حياته، وأسس شبكة دعم الشعب السوري. بلشنا هوني، بس قبل ما أبلش كمان رحت زرت سوريا عدة مرات ودخلت لجوا وشفت الوضعية وشو لازم لهم، ومن انطلاقا من هالشي هذا بدأت أعمل بجمع الأدوية وأعمل حقائب إغاثية. وبعدين صار في عنا توسعة الشغلة للمواد الإغاثية الثانية مثل الأغذية والألبسة والأجهزة الطبية. العم غازي عاش في أوروبا على السمعة الطيبة والعمل المنظم، حتى أن الحكومة البلجيكية لم تتردد بدعمه في مشروعه الإغاثي، وكذلك تتعاون معه مجموعة منظمات أوروبية كمؤسسة ابقى إنسان البلجيكية، التي لم تكتفي بجمع الإعانات وإنما أخذت على عاتقها مهمة جديدة. أنا أقيم في كورتري وهي مدينة صغيرة لكن فيها جامعة مهمة. نحن على اتصال بها من أجل شرح ماذا يحصل في سوريا للشباب والطلبة، لأن هناك كثيرا من الشباب لا يعرفون شيئا عن ثقافة وقصة السوريين. هذا خطير ولكنه حقيقي. نحن هون عاملين مركز، هالمركز هذا هو مركز موجود لعدة دول أوروبية، بيبعتونا من نمسا ومن هولندا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن إسبانيا كذلك. يعني عم حاول إنه كل يوم ساعتين أو ثلاثة، بس وقت اللي بيكون في هيك أسبوع تقريبا منضل كل يوم نجي بقى من الصبح للمساء تقريبا. طريقة مبتكرة اخترعها العم غازي لكي يضمن وصول مواد الإغاثة دون نقصان إلى مستحقيها، ولكي يعرف احتياجات كل واحد منهم بالاسم. افتح هوني هيك، افتح هذا الكيس بالله، طالع هدول، بس خلص حط هوني، افتح لي هذا الكيس افتحه، فرده. هاي المرأة مريضة وبعدت عم بتقول انه مريضة وشوف فيها، عندها بحصة، بعت لها كل الأدوية اللازمة إلا ولا بنتها هوني بقلب السلة تبعيتها، لأنه قالت شوفي. فوقت اللي بيقولوا بيتصلوا فينا عم نبعت لهم اللازم، ما لازم نعتمد على الناس التانين اللي جوا، بس نحن هون فينا نعمل كتير كتير كتير، الحمد لله رب العالمين. مستوى الوعي بالعمل الجماعي وابتكار الحلول أمام معضلات النقل والتوزيع من أهم ما يميز عمل الصيدلي المتميز غازي الراس. لأورينت نيوز، أنجلا سليمان، بروكسل.